قائم وسيتم تفعيله في أقل وقت ممكن بإذن الله. هل في مواصفات لطلبة كلية الشرطة؟ بدعوا حضرتك وكل الزملاء في القناة تعالوا كلية الشرطة بس الصبح بدري الساعة 7، شوفوا الطلبة بتتدرب إزاي. الفترة ما بعد ثورة 25 يناير نسبة المتقدمين أعلى ولا أقل؟ مواطنة شريفة محترمة 10/10 مع أولادك في العربية. أنا دوري إن أنا يبقى في تواجد شرطي عشان تستشيري الأمن وأنت ماشي على الطريق. اللواء احمد جاد منصور، بنقول ان الطلبه بالتبادلات الثقافيه اللي موجوده من خلال المؤتمرات والتبادل الثقافي مع الدول، ولكن هل يوجد طلبه من دول اخرى يتم تعليمهم من خلال كليه الشرطه؟ احنا بنؤكد على ان اقول حاجه بمنتهى الامانه وهي حقيقه معلومه، ان مصر عظيمه جدا، ومصر الكرامه، ومصر القوه، ومصر العزة. كلية الشرطة في مصر من أكبر وأقوى أكاديميات الشرطة، مش في المنطقة بس، على مستوى العالم. لما يجي لنا زيارات من كل أوروبا، خدت بال حضرتك، بينبهروا بأكاديمية الشرطة كلها، مش بمباني وخضرة وكلام من ده، لا 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 لا، بعلم وطلبة وانضباط وتدريب على أعلى مستوى، خدت بال حضرتك. وبالتالي بيحصل نوع طبعا من التبادل، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الخارجي. المستوى المحلي بنعمل بقى بروتوكولات مع الجامعات ومع المدارس، بيجوا لنا زيارات، ومع الجمعيات الوطنيه ومع الجمعيات الاهليه، بييجوا يتعايشوا مع الطلبه وبيعيشوا معاهم وبيشوفوهم، وبتعمل الحقيقه رد فعل في منتهى الجمال. على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي بيجي لنا زيارات من دول اسيا ومن دول افريقيا، الحقيقه بيشوفوا، بنعمل معهم تبادل خبرات، سواء في الإشراف العلمي، سواء في رسائل الدكتوراه، في محاضرات، في تبادل مشرفين من الخارج طبعا. بيجي لنا إشراف على الأبحاث، في مؤتمرات، في ندوات. عندنا مركز بحوث الشرطة اللي هو كيان من الكيانات الخمسة اللي أنا قلت عليها حضرتك عارفاه، بيعمل دورات لدول أفريقيا وبيعمل دورات لدول آسيا على حسب البرامج التدريبيه اللي هم بيعملوها، بنصمم لهم برامج وبيجي ياخدوا دورات ويمشي. على مستوى طلبه كليه الشرطه، في عندنا من الدول العربيه، احنا بنؤكد على الدور الرائد لمصر في المنطقه، موجود وسيظل الى الابد ان شاء الله. عندنا من الدول العربيه، عندنا من فلسطين، عندنا من قطر، عندنا من السودان، عندنا من دول اخرى، عندنا من تشاد، عندنا من عدد من الدول العربية، موجودين طلبة في كلية الشرطة بيقعدوا الأربع سنين ويتخرجوا على طول يروحوا على بلادهم يشتغلوا هناك. فيعني الحمد لله مصر طول عمرها، خلي بالك مصر دي نشرت النور وأم الدنيا ونشرت النور في العالم كله.
وبإذن الله قريب جدا. ومتهيألي في احتفال دايما التخرج بيبقى دايما بيتم ما بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وبيبقى خريجين طلبة كلية حربية وخريجين طلبة كلية الشرطة، الحفلة الختامية للتخرج في بتجمع كل الكليات العسكرية وكلية الشرطة، فبيبان ان في فعلا دفعات من دول اخرى بتتخرج معانا، والاوائل بيبقوا منين، وتواصل طبعا مجتمعي جميل. بالنسبة لحضرتك ده امن داخلي وامن خارجي، دي رسائل جميلة أكيد بتطمن الناس على الأمن، وبتقول القوات المسلحة المصرية بقوة وخير إلى قيام الساعة. إن لازم الجيش والشرطة دايما مع بعض. القوات المسلحة عندنا رمز كبير، قيادات القوات المسلحة يعني معزة كبيرة ومعزة خالصة، وقلت ان احنا قلبين في جسد واحد، وان مصر لن تنهض الا بالقوات المسلحة وقيادتها وضباطها وافرادها الى جانب اخواتهم ضباط الشرطة والقيادات والافراد. سيادة اللواء الدكتور احمد جاد منصور، حضرتك في حوارك قلت بنستدعي قضاة لتدريب الطلبة، وده معناه ان بيتم الاستفادة من الاساتذة والدكاترة في جامعات اخرى. طبعًا. كمان طبعا احنا الحمد لله رب العالمين، مش بالاخص ان هو لازم يبقى خريج كلية شرطة، لا احنا عندنا دودة عندنا الحمد لله من عشرات السنين كوادر شرطية امنية مؤهلة لدرجة الدكتوراه وبدرجة استاذ، ومن 20 سنة درجة استاذ في تخصصات قانونية وامنية متعددة، ولكن في تخصصات أخرى لسه لم تتوافر فيها التخصصات المطلوبة، فبنستعين بأساتذة جامعة من كليات الحقوق المختلفة. وفي النواحي العملية القضائية التي تتطلب خبرات عملية بقى، أخطاء إجرائية بتتعامل، أخطاء في مسلكية بينبهوا الطلبة إزاي يعملوا قضايا ويمسكوا ويتلافوا ويتفادوا أي أخطاء في المحاضر بتاعتهم، دي بنستعين بها بقى الأساتذة المحترمين القضاة في كل المجالات بقى، في القانون الجنائي وقانون الإجراءات والقوانين المختلفة، وبيدوهم تجارب عملية من واقع الأحكام اللي حضراتهم بيطلعوها، بيعملوا زي دراسات بقى للإيجابيات فيها إيه والسلبيات فيها إيه، في إطار تنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والسلطة القضائية. أيضا حضرتك من خلال حوارك قلت إن الفلاح ده هو أساس وليه احترامه وكيان طبعًا موجود له كل التقدير طبعًا، هل ما زال في داخل كلية الشرطة طلبة من القرى طبعًا والمحافظات الأخرى؟ الحمد لله، حضرتك اسألي في أي قرية هتلاقي واحد واثنين وثلاثة وعشرة. ما بقاش مشترط إن هو لازم يبقى ابن مسؤول كبير أو والده بيشتغل إيه أو والدته، يعني الثقافة المجتمعية لا، ده هو الحقيقة هي يعني انا عارفه ان كان موجود ده الاول، ولازم من كل قريه على الاقل يبقى فيها حد، لانه هو كمان اللي هيعرف يتعامل مع اهل المكان. هي القصه زي ما قلتي حضرتك انها ثقافه مجتمعيه، ده بيفتح برضو جرح صغير كده، برضو نبعت رسائل برضو لاهالينا كده ولاولادنا، اذا كنا يعني كلنا بنساعد مع بعض يعني. ما هو شوفي البرامج لازم تبقى برضو في اطار البناء برضو بقدر الامكان، عشان نقدر ان احنا نمشي. بنبعت رسائل كده برضو ظريفة للناس، والله احنا واحنا قاعدين في الهيئة بنقيم، بلاقي واحد فلاح بسيط حياسته مثلا اتنين فدان وولد ومراته ربة منزل، ابص على اولاده الاقي طبيبة، الاقي صيدلانية، الاقي بكالوريوس تجارة، الاقي مدرسة. الله، ده راجل محترم جدا. لا، وكل الاحترام، ده عامل أسرة مسميينها كده أسرة مصرية محترمة يتاخد ما شاء الله، طالما متوفر فيه البتاع. والله هذا الكلام حدث وعندنا البيانات، وهتشوفي حضرتك هتلاقي المزارعين وهتلاقي العمال وهتلاقي الدكاترة وهتلاقي المهندسين وهتلاقي رجال الأعمال، هتلاقي كل لأنه كل يكفي إن هو تعب إن هو يوصل ابنه للمكان ده. أما لاقي واحد، طب ما أنا وكل الناس طالعين من القرى، هو في حد مؤاخذة يعني؟ لا، كلنا فلاحين. كلنا فلاحين وصلنا، وبعدين اللي هيخرج من الحقيقة دي يعني ما عندوش أصل. لا طبعا صراحة أكيد صراحة يعني كلنا بننتمي إلى تراب الفلاحين أو صيد،
واللي بيخرج من توبه واللي بيبعد عن اهله وعن بلده ده بيبقى مجال ولا يعتد بيه على فكره في التعامل كمان بيه. طبعا ما تطمنلوش في التعامل اكيد اللي يلغي اصله اكيد مش كده بدون شك واللي ملوش كبير يشتري له بيشتري له كبير بكل حبي للحياة والبلدي وبكل بسمة فوق شفايف ولدي بكل حبي للحياة والبلدي وبكل بسمة فوق شفايف ولدي وبكل شوق الفجر وشروقي وبكل نبض الثورة فاروقي الشمس قتلك وانا ضامن جراح الامس حالف ترجع لك عيوني الشمس يا هل ممكن يتم تقييم للطلبة ان انا اشوف فلان متميز في اتجاه معين فده اول ما يتخرج يبقى من ضمن شهادته او التقرير اللي بيتقدم فيه ان ده يصلح مثلا تعيينه في المباحث ده في السجن لا ده في المرور لا ده في الخدمات العامة يعني في الاداريات حسب خلفيته او هو حبه للمكان اللي ممكن يمارس فيه العمل. والله أنا بشكر حضرتك على كل أسئلتك لأنها بتعكس خلفية علمية الحقيقة وبدون أي مجاملة. والله الله يخليك. يعني السؤال بتاع حضرتك بيعكس مبدأ التخصص ومدى فعاليته. هل نفضل ماشيين إن إحنا بناخد وردة من كل بستان ولا نخش على مبدأ التخصص ويبقى التخصص هو أساس التعليم في البلد؟ نشوف الدول اللي حوالينا كده هنلاقي معظمها بيلجأ إلى مبدأ التخصص اللي حضرتك بتتكلمي فيه. بمعنى أنا راجل أمن عندي قطاعات كتيرة جدا، عندي أمن عام، عندي تدريب، عندي تعليم، عندي أمن اقتصادي، عندي أمن اجتماعي، عندي سجون، عندي أمن مركزي، عندي قوات أمن، عندي مجالات كتيرة جدا، أمن وطني. فبضطر إن أنا بدي لكل المناهج دي للطالب في أولى وتانية وتالتة ورابعة. انما لو عملنا كلاسيفيكيشن او تقسيم بحيث اديله البيز او الاساس في اولى وثانيه ويتخصص من ثالثه ورابعه اعمل له يعني ارضيه امنيه ويتخصص برافو عليكي من ثالثه الرابعه بحيث ان انا يعني يبقى فيه قطاعات كبيره. اقول مثلا قطاع الامن العام، يعني ايه قطاع الامن العام؟ في كل الاقسام وكل المراكز وكل نقط الشرطه والاكمنه والتمركزات وكل ما يتعلق بالامن العام اللي حضرتك عارفاه. ممكن اعمل قطاع تاني كبير قوي للتعليم والتدريب، كليه الشرطه ومصلحه التدريب والمعاهد التدريبيه وقوات الامن والامن المركزي، كل ما يتعلق بالتعليم والتدريب، وواحد تالت واحد رابع، اربع قطاعات، بحيث يجي في ثالثه ورابعه اديله بقى الايه، هو اللي يختار بمعايير. بمعايير هو يختار، يبقى هو حابب دي، بس ممكن حاببها عشان حاجه مش اوبجكتيف، حاجه مش موضوعيه، هدف في دماغه. لا انا لازم ابقى مصحصح برضه. يعني ايه؟ قد يستخدم الوظيفه في امور خطا. لا والله مش كده، يمكن يبقى فيها تريح اكتر. ممكن يبقى فيها قرش اكتر. يعني حاجه ليجل برضه، مش حاجه احنا مش كبشر حاجة بنفكر كده برضه. لا انا خليني موضوعي، هعمل له قياس مستوى. هشوف نمرته في الامتحانات في الماده دي ايه، واخد بالنمره. زي في تجاره انجليش بياخدوا بالانجليش، مش كده ولا ايه؟ اكيد صح. فهعمل له قياس مستوى. حتى الفنيه فنون جميله بيسيبك اولى وثانيه ويقول لك انت هتتخصص في ثالثه ورابعه، هتختار ايه؟ ايوه، يبقى في حاجه موضوعيه اقيس عليها، ما اقفش عند الرغبه بس. الرغبه فاكتور وعامل انا مع حضرتك. بس اشوف بقى هو نمره في الماده دي في اولى وثانيه ايه، ما يمكن واحد اعلى منه يبقى هو حقه اكتر، افضل يبقى افضل.
خدت بال حضرتك، بس نمشي بقى في التخصص الامني ان شاء الله. ان شاء الله عاملين فيه دراسات وهنعرض برضو على السيد الوزير باذن الله بما لا يخالف سياسه الوزاره طبعا. كل الكلام ده بنعمل اللي ده بيضيف بنعمل برين ستورم كده، عصف ذهني طول ما احنا قاعدين، وبنعمل اداره بالمشاركه مع الطلبه. عارفه ليه؟ الطلبه دي طاقات رائعه. بس ده جميل ان وزاره الداخليه، وزاره الداخليه معلش بقى ككل كده، يبقى في منهج داخل الكليه ان يبقى في اداره بالمشاركه. يعني ده احنا مفروض بنعلمه للطلبه علشان الممارسه. حضرتك اسالي الطلبه واولياء امور الطلبه عارفين. على فكره الطلبه كانت لسه معايا برنامج قبل حضرتك من ساعتين. الطلبه بتيجي تقعد معايا في المكتب، عاملين لجنه علميه ولجنه تدريبيه ولجنه اعلاميه ولجنه الانضباط ولجنه كل حاجه، والطلبه اللي قاعده معانا. وهقول لحضرتك حاجه، فكريني على الزي بتاع الطلبه كمان دقيقتين كده. بيقعدوا معانا. الطالب ده اذكى انسان جوه الاكاديميه، وهو اللي ممكن يقول لك متضايق من ايه، مبسوط من ايه، عايز ايه، ناقصه ايه في اي مجال من المجالات. تاخدي وتقيمي بما لا يخالف الانضباط، اعملي له اللي هو ولا عايزه. القوانين الانضباط في اطار اللوائح والقوانين، اعملي له اللي هو عايزه. ليه؟ لازم يكون مبسوط جوه الكليه، لازم، ده اكيد، عشان يحب الكليه ويحب الوزاره ويحب البلد ويحب الناس، ويطلع انسان سوي وانسان عادي جدا. انما لو اتخنق في الكليه هيطلع الريفليكشن بتاعه والانعكاسات بتاعته في تصرفاته هتبقى صعبه. لكن لو هينفس. لو في عدم انضباط من الطلبه، هل في جزاءات؟ طبعا في جزاءات. بس انا اقول لحضرتك حاجه بامانه شديده، انا قعدت مع الطلبه، انا بقالي يمكن 10 شهور من شهر 2 ل 8 شهور ماسك مدير كليه الشرطه. قعدت مع الطلبه الحقيقه في نهايه التخرج بتاع الدفعه اللي فاتت والبدايه بتاع السنه دي القادمه، وكلمنا بمنتهى المصداقيه، قلت لهم انا ابوكم. طول ما انت جوه السور انا والدك. ربنا هيسالني عنك في تعليمك وتدريبك واكلك وصحتك وشربك وكل حاجه. انا لا يمكن هروح الا لما انت تخلص يومك وتنام وتحط راسك على المخده واطمن ان انتوا كلكم. متهيألي ده بيريح احساسهم. والله يا مدام هويدا، يعني زي ما بقول لحضرتك كده، عمل لهم نوع من الهدوء النفسي. الراجل ده شكله صادق، الراجل شكله بيتكلم بجد، بقى في علاقه كده وجدانيه بيني وبينهم الحمد لله رب العالمين، وبقى في مصداقيه حلوه جدا. وانا بوجه والله بجد يعني كل التحيه للسيد اللي هو دكتور احمد البدري مساعد الوزير رئيس الاكاديميه بقى اللي هي الجامعه، واللي هو دكتور اكرم كراره اللي هو كبير معلمين او نائب المدير، وجميع الضباط والافراد والمدنيين والعساكر المجندين اللي في اكاديميه الشرطه، لانه كل واحد بيساهم، واموال النظافه والله بيساهم في نجاح الكليه. عشان كده الطلبه مبسوطه جدا، واحنا محتاجينكم. يعني احنا دايما بيقول عندنا في فتره اخيره كانوا بيقولوا فيها عجز في عدد العاملين بوزاره الداخليه. انا حاسه ان الكليه تقدر تساهم بالكوادر الجديده دي وتسرع في تخرج بعض الطلبه لاشباع الحاله الامنيه. هقول لحضرتك برضو دي نقطه تانية مهمه جدا، بس في الحته اللي كنا بنتكلم فيها اللي هي الروح الاحساس والمشاعر وكده، لما حصلت الروح دي وحسوا بالمصداقية الشديدة. هقول لحضرتك حاجة، والأرقام عندي في المكتب، الجزاءات نزلت بنسبة 50%. ليه؟ بقى في حرص إن أنا ما زعلش أستاذي. طبعا واحد بحبه هزعله ليه؟ مش أنا كأحمد جادي يعني، مكان بحبه المكان هعمل فيه حاجة غلط ليه؟ طب أنا هعمل حاجة غلط ليه وأنا ما عادش فيه حاجة خانقاني؟ لأن هو برضو داخل في أواخر أو في سن المراهقة، وبعدين تطلب فعلا يعني مش مشاكس يعني أكتف. وارد إن هو يحصل حياة ونشاط وحيوية وبتاع. خلاص عملنا لهم جيم جديد. نفسي حضرتك تيجي تصوريه على أعلى مستوى. وقلت لا يمكن يكون مستوى الجيم ده اقل من الايه، صالات الجيم اللي موجوده في القاهره. واساليهم الطلب، حاجات مستورده وتحفه. وبيشيل كم واحد بقى؟ 150 واحد في نفس الوقت. يعني ده معناها مفيش حجه لاي حد. البسين الانترناشونال اللي عندنا، الاولمبي اللي موجود عندنا، طالب بعد ما بيخلص طابور اقول له انزل فك نفسك، ياخد شويه ايه، ها يعني ميه كده نشاط وحيويه كده تفوق ويطلع مبسوط والمود بتاعه عالي، ويروح يحضر المحاضره مبسوط.
انا بسال الطلبه والله من كام يوم بقول لهم يا اولاد في حاجه؟ قالوا لا خلاص جوه بقى زي بره، بره بقى زي جوه، الدنيا بخير خلاص في وزي الفل حاسس براحتي في المكان مش قلقان الحمد لله واكل على اعلى مستوى. طب انا اقول لحضرتك حاجه بقى افتكرتها اللي كنت بقول لك عليها في الزي ده. الزي بتاع الطلبه جبتهم من الاجازه ممثلين عن الطلبه كده، واحد من اسيوط، واحد من القاهره، واحد من اسكندريه، واحد من كذا، من اولى، من ثانيه، من ثالثه، واحد من عيله متوسطه، واحد من عيله غنيه، 10 كده. قلت لهم تعالوا يا اولاد احنا عايزين بقى نعمل الزي بتاع كل سنه، اللي هيلبسوا ايه في الخروج وهيلبسوا ايه جوه وفي التدريب والبيجامات يعني كل حاجه لها لبس. 66 نوع لبس طالب بيلبسه في الكليه. يلا تعالوا نقوا انتوا بقى، انا مش هنقى. انت هتبقى مرتاح وانت لابس ايه بالظبط؟ وانا اللي هلبس، انا بروح انقي بدلتي، انا اعمل محل اللي انا عايزه. انا اللي هلبس الافرول ده، ولا هلبس البيجامه دي، ولا هلبس البتاع ده. يلا انتوا تعالوا نقوا وهنجيب لكم اللبس بنوعيات، يعني كل حاجة بجيب منها 5 نوعيات. يشوف الألم ده في ألم تاني تالت رابع خامس، ينقي الألم اللي هو عايزه وهكذا. هتبقى لحضرتك قعدنا ننقي في القصة دي 10 ساعات، وجوب في آخر القعدة ما عجبهمش 12 نوع لبس. رغم انهم ال 12 دول كل واحد منهم كان فيه 5 بدائل. قالوا لا مش طب شيلوا الكلام ده كله وهاتولي 5 محلات تاني. وعملنا قعدة تاني وظبطنا. شوف خش على الفيسبوك، انا بدعوكي لوجبه مع كل الطقم الجميل ده، فطار او غدا او عشاء. لا 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 اختلفت الامور احنا تماما. ننافس ننافس يعني اكبر وافخم المطاعم والفنادق دون تسميه، يعني الطالب ما عندوش اي حاجه، على مستوى وبالاضافه مراقبه طبيه 100%. دول ولادنا في رقبتنا. لا وهو ده اللي انت بتحافظ على صحته، اللي هو يعني البلد كلها بتستفاد منه. امال ايه، هو حمايه الدوله داخليه طبعا. وبعدين هقول لحضرتك حاجه في التدريب بقى، وقت التدريب كمان لا ده انا موفر له حاجات بسكر وحاجات كذا، وحاطط له عربيه اسعاف لا قدر الله لو تعب، وحاطط له حاجات عشان السعرات، ودكاتره موجودين ستاند باي. يعني نوعيه الاكل كمان مدروسه طبيا. طبيا اللي بيفقد سعرات في اليوم قد كذا يبقى بديله بمعرفة الدكاترة. هتلو كذا وكذا وكذا ونوايات كذا وكميات كذا، أنا بنفذ بس. في فتره مش بعيده قوي ان في طلبه بعد ما بتتخرج من الكليه وبتمارس عملها، وبعدين فجاه بعد 5 6 سنين يقول لك انا عايز اسيب الوزاره او عايز اسيب الداخليه وعايز يعني يروح يقدم في النيابه العامه او يبقى وكيل نيابه او يبقى محامي. وكان في فتره يقال، انا يعني مش متاكده منها، ان بيدفع مبلغ علشان يسيب وظيفته. متهيالي بعد الاوضاع دي متهيالي الموضوع ده هيتلاشى تماما. يعني بعد المعاملة والتمرينات والتدريب والوضع الحالي للكلية متهيألي الدنيا هتختلف.
والله برضو يعني أنا هرد على حضرتك بتجربة عملية. أنا كنت في فرنسا السنة اللي فاتت في مأمورية في كلية الشرطة هناك، نزلت باريس وخدت القطر لغاية ليون ونزلت كلية الشرطة هناك، فقاعد مع مدير الكلية هناك والطاقم اللي هناك وبنعمل شوية شغل يعني. فمن ضمن الحاجات اللي أنا سألت فيها المنطقة اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي، فبقول لهم يعني نظام القبول ازاي، والطلبة بتبقى عايزة، طب بعد ما بتخلص بيبقى النظام ايه، طب هل المعاملة جوه بتبقى صعبة شوية فبتحصل تأثيرات على حد المنطقة اللي ساعتك بتتكلمي فيها، طب لو عايز يمشي يعمل ايه او كده. فلقيتهم بيرد عليا ردود بسيطة جدا، شوفي فرق الثقافة. بيقول احنا بنعمل اعلان بمواصفات معينة، ان اللي عايز يجي اهلا وسهلا، بنتحقق من توافر المواصفات، بنعلن نظام جوه الكلية، مواعيدك كذا، اكلك كذا، تعليمك كذا، تدريبك كذا، الساعة الفلانية، نومك الساعة كذا، اللي ما بيلتزمش في نظام النقط بنخصم منه وهو على علم بنظام النقط ده، وبعدين لو ما التزمش لغاية الخط الاحمر بنبعت له جواب بنقول له شكرا انت غير صالح للوجود في الكلية، ومع الف سلامة وبياخد بعضه ويمشي. فالامور سهلة. انا عايز اوصل من كده لايه؟ نبوجه رسالة لكل انسان عايز يبقى رجل امن، ده اعظم نعمة، نعمة الامن. اكتر واحد ربنا كرمه او من اكتر الناس اللي ربنا كرمهم رجال الامن، الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ده انت مكانتك عند ربنا كبيرة جدا. فبقول لكل شاب لما تيجي تخش الكلية لازم تكون مؤمن برسالة الكلية وبرسالة الوزارة وبرسالة الأمن، لأن لو عندك هذا الإيمان وهذه العقيدة إنك بتاخد ثواب، ثواب لأنك بتحمي 80-90 مليون دول، لا ده أنت هتبقى حابب وقاعد وهتمسك في الوزارة، مش هتفكر لحظة، مش هتفكر تسيبها لحظة. أيوه هي ثقافة، ثقافة. ولكن متهيألي في الفترة الأخيرة ممكن تتلاشى، يعني اللي حضرتك بتقوله ده كله في الكلية متهيألي مش ممكن طالب الثقافة يفكر. المغلوطة ان هو بقى لا، الحمد لله عندنا دلوقتي. نفسي انا بوجه دعوة من خلال حضرتك بإذن لكل الله. الجامعات، لكل المدارس، اهلا وسهلا بيكو في كلية الشرطة، هيسعدنا جدا ان احنا نقعد مع اولادي من الجامعات، تعالوا اقعدوا مع اخواتكم واعملوا مباريات ومسابقات رياضية ولقاءات ثقافية. ده احنا عندنا، انا عارفة ان حضرتك يعني في تنشيط رياضي غير عادي، رياضي او نشاط رياضي غير عادي، فني وثقافي. عندنا ناس بموسيقى وناس بتاع ده قصايد شعرية، وعندنا كوادر رياضية ابطال عالم، ابطال. انا عندي بس ثقافة وموسيقى وشعر، ده متهيالي مش جديد ولا كان موجود من الاول؟ كان موجود، كان موجود وبنفعله، بس في تفعيل دلوقتي، في تفعيل جامد. ليه؟ هو ده اللي بيطلع الطاقات. ان تسمحي لي اقول لحضرتك حاجة؟ اتفضل. عملنا لقاءات ثقافية زي ما قلت لحضرتك من شوية، فلقيت طالب في سنة رابعة حضر اللقاءات دي وهو في سنة تالتة، لقيته داخل لي المكتب من حوالي 10 ايام، طلب مقابلتي، فدخل مع الضابط بتاعه، اتعرفت عليه. انا احب يعني احفظ اسماء اولادي الطلبه كده، اسمه محمد عبد المجيد، محمود عبد المجيد، تمام. فقلت له يا محمود، قال لي يا فندم انا خدت تنميه بشريه وبادي لانجوج السنه اللي فاتت، عجبني جدا، فقعدت في الصيف قريت في الكتب دي عجبتني جدا، لقيت نفسي يا فندم عملت كتاب. قلت له محمود كتب كتاب؟ اه والله ما شاء الله. قلت له بجد يا محمود؟ قال لي والله يا فندم، وجاب لي سيادتك نسخه هي هديه في علبه قطيفه شيك كده وبتاع. فتحت انا قاري في البادي لانجوج، ففريت بسرعه ال 120 صفحه وعمل صور توضيحيه على كل يعني مفهوم عايز يقوله، تك 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 تك، لقيت ايه؟ الواد كاتب. شوفي بقى المفاجاه، ان ده النتاج ده طلع ورق مهم. لا ده المفاجاه جايه لسه. انا كان ممكن اقوم واشكره واديله حاجه حلوه وشوكولاته وشهاده تقدير وخلصنا، لا ده انا عملت معاه حاجه تانية خالص. قلت له محمود انت عندك ثقه في نفسك؟ قال لي يا فندم. قلت له تقدر تدي محاضره ل 1500 واحد؟
وقف. ما وقفش والله قوي. هو عينه بس راحت وجات بسرعه كده. اه اتفاجئ يعني اول حاجه. اه وتفاجئ يعني مشاعر مختلطه كده. فطبعا عايز حضرتك يعني المدير. اه قال لي اه. قلت له تقدر تدي محاضره عن مضمون الكتاب ده لدفعتك وتبقى العالم بتاع دفعتك وتبقى الانسان المثقف بتاع دفعتك؟ قال لي اه. قلت له بس في معلومه لازم تعرفها، هتقعد مطرح الدكتور وعلى يمينك مدير الكليه وعلى شمالك نائب مدير الكليه يستفيدوا من علمك. تصدق يعني الكلام اي ثقه اديتها له؟ ثقه كبيره جدا. مش عايز اقول لك بقى. دخل المدرج اسد وبرزنتيشن ولابتوب وحدوته وايه بقى، شوف التمكن بقى. الواد انا فرحان بيه جدا، انا بقول الواد لانه ابني. التمكن بقى ايه، بيعمل حاجات براكتيكال بقى وعملي وكده وبتاع، عايز بقى يعمل تدريب. تعالى بقى يا محمد لو واحد سلم عليك كده تهدي ايده كده، لان دي نظره فوقيه، دي نظره فيها ايه، هي ان احنا زي بعض. لو حد مش عارف طبق رجله كده يبقى ايه، ابتدى يتوتر. لو حد عمل لورا يبقى خلاص هينام منك. مش عارف. بس ده على فكره هينشا غيره تنافسيه جميله جدا ما بين الطلبه. ده انا واصلني ان دلوقتي في 20 طالب قاعدين يالفوا كتب ما شاء الله. شفتي بقى، هي دي الغيره الايجابيه المنتجه. عارفه غروا ليه؟ ها، ادى محاضره تقدير وبقى عالم الدفعه واديته اشاره ما حدش لابسها في الكليه الا هو. مميز ماشي كده من غير ما يقول انا، عايز التميز بقى ده بقى زيه بالظبط. وخد مكافاه ماليه محترمه، وخد وهو قاعد. شوفي بقى الهاي تيك اللي احنا بنستخدمه عندنا، عملنا ايه بقى وهو قاعد؟ جبت بتاع الكاميرا بتاع التصوير عندنا، قلت له صوره وهو يدي محاضره، وصور معاه الايه المدرج كله، وجري على التحميض اعملي صورته فوق وهو بيتكلم، والصوره تحت على شهاده التقدير للمدرج وهو بيسمعه، والكلام كنا مجهزينه وعملنا سكاننج للكلام ده كله، والبرواز متحضر وعملنا له شهاده التقدير كويس، واستلمها في نهايه المحاضره في نص ساعه. عايزه اسمع كلمه من الاب مدير كليه الشرطه للطلبه وايضا للشعب المصري والطلبه الجدد طبعا. يبقى كده ثلاث رسائل عشان يلتزموا. يبقى ثلاث رسائل. في البداية بقول لأولادي الجداد، بقول لهم احنا راعينا ربنا الحمد لله رب العالمين، كل المجموعة اللي كانت موجودة من أكبر ضابط لأقل مجند في كل الاختبارات اللي انتوا عديتوا بيها لغاية لما ربنا وفقنا في المجموعة اللي تم ترشيحها، وجاري دلوقتي بتعمل الكشوفات الطبية المتقدمة تمهيدا للاستقرار على العدد في ضوء توجيه السيد الوزير احمد جمال. بوجه لهم رساله، بقول لهم ربنا يوفقكم، واتمنى ان كل واحد يحط رجله في الكليه يكون مؤمن بالرساله الامنيه ويراعي ربنا في كل حاجه هيعملها، واذا كان هيبقى مؤمن بهذه الرساله هيلاقي نفسه على اعلى مستوى من العلم والتدريب والثقافه، وبتمنى لهم التوفيق. بالنسبه لمجموعة الطلبه اللي موجوده من ثانيه وثالثه ورابعه، انا بمسي عليهم كلهم وبمسي على اهاليهم كلهم، وهم عارفين ان ابوهم احمد جاد هو اللي بيتكلم، وعارفين ان اللي في نيتي، والفتره انا بوعدهم ان الفتره اللي انا موجود فيها يوم او شهر او ايا كان محدش عارف، كل وقتي وكل تفكيري وكل تركيزي في اعطائهم اعلى خدمه ممكنه واعلى رعايه ممكنه، لان انا مش حدش من البني ادمين هيحاسبني، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبني. ودايما اقول لنفسي لو واحد من ولادي دول طلع في الخدمه وجرى له مكروه ايا كان بسبب نقص في التعليم او نقص في التدريب، انا اللي هتحاسب مش هو اللي هيتحاسب. فانا بتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في دراستهم.
الرسالة الأخيرة اللي أنا أحب أن أنا أبلغها لشعب مصر العظيم. بتمنى من قلبي أن كلنا بقلب نتكاتف ونحط إيدينا في إيدين بعض، وأي واحد بيحب مصر لأنها صاحبة خير علينا كلنا، لازم الحقيقة نشتغل ونشتغل بجد ونشتغل بضمير وندي، واحنا عارفين ان بلدنا دلوقتي تعبانة ومحتاجانة، وعشان كده بتمنى ان احنا نهدى شوية ونصبر شوية، ومصلحة بلدنا اهم من اي حاجة دلوقتي، وكلنا يعني الواحد في المواقف اللي هي بيعجز عنها الواحد في التعبير، البلد الحقيقة في خطر، وده اللي مخليني يمكن مش عارف ان انا اتكلم في المنطقة دي. فلازم كل واحد يستشعر ان البلد اصبحت في خطر الحقيقة، ولازم كلنا نبقى في اتجاه واحد زي ما قلت لحضرتك، ونتكاتف كلنا ونخلينا كلنا نحمي بلدنا الاول ونقوم بلدنا الاول، وبعد كده كلنا ان شاء الله، مش لازم الجيل بتاعنا، الجيل اللي بعدينا، الجيل اللي بعدينا، ها ان شاء الله هو اللي هيحمي هذه البلد وهو اللي هيجني الخيرات. بس انا بحب اطمن كل الناس ان شاء الله، الدفعة اللي خرجت السنة اللي فاتت بالتدريبات الجديدة، الدفعة اللي خارجة السنة دي ان شاء الله بعد كم شهر، رسالة طمأنة لكل المواطنين، رسالة قوية لكل الخارجين عن القانون ان الامن عائد باذن الله تعالى، ومصر محمية ولن يحدث لها مكروه باذن الله، لان هنالك رجالات امنوا بربهم، انهم فتية امنوا بربهم فزدناهم هدى. الحقيقة خارج مجموعة من كلية الشرطة بإذن الله قادرين ومصممين على حماية أمن مصر وحماية كل أهالينا في البيوت بإذن الله تعالى. أنا بشكر حضرتك وبتمنى ليك التوفيق ولإخواتنا الطلبة بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جدا جدا على هذا اللقاء، وأتمنى أن أنا أكون ربنا وفقني أن أنا قلت حاجة مفيدة لأهالينا في البيوت، وأتمنى أن أنا يعني كنت ضيف خفيف، ما كانش يعني في تقل في لا لا احنا استفدنا من حضرتك كتير. الله يخليك يا فندم، وكل التوفيق لنا جميعا، وكل التوفيق والحماية لمصر بإذن الله. شكرا، شكر جدا جدا.